كنحتاج انايا نصف لتر حليب، انا عندي 9 ديال التمرات من بعد ما سولت له العظم ديالو، واحد التفاحه، وانايا عندي واحد فلان، وديروا اما نكهه فاني او نكهه كراميل. هاد التحليه كتجي بنينه وصحيه، وخاصه الاطفال ديالنا باش يتعودوا ياكلوا لينا الفواكه. صافي، هنايا ضفت التمر، وكذلك غادي نقشر التفاحه ونضيفها كذلك حتى هي. هنايا غادي نضيف واحد الساشي ديال الفلان يكون بدون سكر، وصافي غادي نميكسي مزيان الخليط ديالي او تخلطوه في الخلاط الكهربائي. في هذه الأثناء غادي نصفي الخليط ديالي، ضروري ما ديروا هذه المرحلة. صافي، هنايا من بعد ما صفيتو غادي نحطو فوق النار مع الاستمرار في التحريك حتى يبدا يغلى ليا. من بعد ما غلى ليا مباشره نعمرو زلايف او كؤوس اللي غادي تقدمو فيهم. من بعد ما عمرناهم في هذه اللحظة غادي نخليهم حتى يتدفاو، عاد غادي ندخلوهم الثلاجة باش يبردوا مزيان. التحلية ديالنا كتجي على هذا الشكل، كتجي بنينة وصحية وسهلة في التحضير. نبقاو نحضروها للأطفال ديالنا، وإلى اللقاء مع فيديو القادم إن شاء الله.